ايزي كيل. لعبة هايبر سكيب مثل ما وعدونا رح تكون كلوس بيتا فترة معينة ورح تفتح يوم 12/7، وهي فعلا فتحت يوم 12/7 بعد المؤتمر اللي عملته يوبيسوفت. اعلنت فيه عن لعبة جديدة، لعبة موبايلات جديدة، واعلنت فيه عن هاي اللعبة انه صارت اوبن بيتا. بس احنا هلا اليوم بدنا نحكي عن لعبة هايبر سكيب وكيف تنزلها وكيف تعمل ايميل واشرح لك اللوبي يعني اقول لك زبدة اللعبة، رح اقول لك كل شيء عن اللعبة. هلا انت رح تطلع من هذا الفيديو ان شاء الله فاهم كل شيء عن اللعبة وبتعرف كل شيء كمواصفات وكتنزيل وكجيم بلاي وككل شيء، فخليك مع هذا المقطع كمله للاخر لو حابب تعرف شو هاي اللعبه وكيف بتنزلها وشو طريقه لعبتها. فهلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. شركة يوبيسوفت اعلنت عن لعبة هايبر سكيب من فترة اللي هي كانت كلوس بيتا وما حدا بيقدر يجربها غير صناع المحتوى على تويتش او الستريمر بشكل عام. بس هلا حاليا وقت المؤتمر يوم 12/7، هذا الفيديو نزل بعد بيوم بالضبط ما نزلت. هلا حاليا اللعبة اوبن بيتا، كل الناس تقدر تنزلها. حاليا انا رح اقول لك كيف تنزل اللعبة بالترتيب. فوت على جوجل، تكتب على جوجل يوبيسوفت او يوبلاي، هذا يوبلاي اللي هو مثل ايبك جيمز اللانشر او مثل ستيم، بتفوت عليه بتنزل من عليه العاب، هذا خاص باليوبيسوفت. خلينا نحكي عن يوبلاي، انا رح اترك لك الرابط تحت بالديسكريبشن مشان ما تفوت على جوجل وهالقصص هي. المهم بتفوت على الرابط، بتنزل التطبيق مثل مظاهر امامك، بتعمل داونلود للتطبيق الخاص بيوبلاي، وبعد ما تنزله بتفوت بيطلب منك اكاونت. انا لحالمك كيف تعمل اكاونت هلا حاليا. بتفوت اول شيء على هي الصفحه نفسها اللي عملت منها انت الداونلود، بتكبس على الشعار اللي هو الشعار الشخص هذا اليوزر هيك، بتفوت عليه بتكبس عليه بتعمل كرييت اكاونت. بتفوت على كرييت اكاونت بتطلع لك نافذه بتحط فيها ايميل، بتحط كونفيرم ايميل يعني بتعيد الايميل بتاكده، باسورد، يوزر نيم، وهالقصص العاديه اللي احنا متعودين عليها. ما بيطول بشرح هذا الشيء لانه هو البسيط ما كتير الموضوع. بعد ما تعمل هذا الايميل بتفوت على اليوبلاي، بعد ما تنزل اللانشر تبعه ويصير عندك على البي سي، بتفوت على اللانشر تبعه بتحط اليوزر نيم والباسورد، هيك وضعك بالتمام. بعد منها بتفوت على يوبلاي، بعد ما تفوت عليه بتلاقي يا شباب عندك باللوبي تبع يوبلاي او الواجهه الاساسيه بتلاقي لعبه هايبر سكيب. هاي اللعبه اللي احنا عم نحكي عليها حاليا بتلاقيها على الواجهه دغري، بتفوت عليها وبتعمل لها داونلود. بعد ما تعمل لها داونلود او باي يعني هي لانه مجانيه اصلا، بتفوت وبتعمل لها داونلود. مساحه اللعبه 8 جيجا. بس بالنسبه بعد المساحه شو بدنا نحكي؟ بدنا نحكي احذركم على شو؟ على المواصفات. بالنسبه للمواصفات انا هلا احكي لك بالنسبه للمواصفات كلياتها ومثل مظهر امامك بالشاشه، هي المواصفات المطلوبه من الشركه نفسها. اقل شيء مطلوب منك انتل كور اي 3 اللي هو 3220 او اي ام دي اف اكس 430 3.8 جيجا هرتز، والانتل ما لازم يكون 3.3 جيجا هرتز. وبالنسبه للرامات، الرامات 6 جيجا، وبالنسبه للفيديو كارت لازم يكون عندك جي فورس جي تي اكس 660 2 جيجا بايت، او اي ام دي لازم يكون عندك اتش دي 7870 2 جيجا بايت، او انتل اتش دي 520. هي بالنسبه لاقل مواصفات. والهارد درايف لازم يكون عندك 20 جيجا بايت وتكون عندك فاضيه، والساوند دايركت اكس والقصص هي ما لها مهمه. اما بالنسبه للاعلى من هيك بيشتغل عندك مثل ما واضح امامك، هي الصوره. انا ما بدي اطول كثير بشرح المواصفات، واضحه امامك الصوره كلها، يلي فوق اللي هو المينيموم اقل شيء، واللي تحت اللي هو المفضل او الاحسن بالنسبه لهيك لعبه. الويندوز، ويندوز 7، ويندوز 8، ويندوز 10، هدول هن بالنسبه لجميع المواصفات المطلوبه منك. 64 بيت لازم يكون عندك الفيرجن اللي هو الاصدار تبع الويندوز. تمام لحد الان يا شباب، هيك بالنسبه للمواصفات وبالنسبه كيف تنزل اللعبه. انا هيك بكون شرحت لك مواصفات تنزيل اللعبه. هلا خلينا نحكي بالنسبه للوبي. انا اللوبي صورت لكم فيديو من داخل اللعبه او من داخل اللوبي تبعها، وفي شغله انا بدي اقول لكم عليها جدا اللي هي زبده اللعبه. هاي اللعبه يا شباب بتدعم العربي. انا الصراحه رفيقي كان عم ينزلها وفاتح لي ستريم عم اقول له كيف ينزلها وكيف يعمل هالاشياء، قلت له اللعبه ما فيها عربي، طلع له اختيار لغه الانجليش، قلت له قال لي بدي فوت جرب اذا في عربي، قلت له مستحيل تلاقي عربي، ما حدا عم يدعم اللغه العربيه. بس فعلا انا الصراحه اكلت كف على وشي وطلعت اللعبه بتدعم عربي يا شباب، بتدعم لك الترجمه مثل تبع الافلام تحت لما تحكي الشخصيه او حدا يحكي، والقوائم وكل شيء عربي، والترجمه ممتازه جدا، ترجمه حلوه حلوه كثير، مو مثل فورتنايت الرمال مملحه والاسيوطيه ومدري شو، الترجمه تبعها حلوه والاماكن بالانجليزي والحكي بصير انجليزي بس مترجم تحت. هي بالنسبه للزبده. اما بالنسبه لتغيير اللغه بعد ما تنزل اللعبه او انت عم تنزل اللعبة، انا ما عندي فيديو عن هذا الشيء، بتلاقي اللغه انجلش، حاول فوت على اللغه بتلاقي شيء عربي. اذا ما عرفت استنى اللعبه لتنزل، بتفوت على اللعبه بتختار اللانجويج الانجلش بتعملها عربي، وهيك انت وضعك بالسليم وبتقلب عندك اللعبه بالعربي. هيك كل شيء بالنسبه للغه وللتنزيل وللمواصفات، وعلمتك كيف كل شيء بكل سهوله بكل بساطه وباختصار مشان ما بطول كثير بالفيديو. وطبعا انا بدي اتشكركم على 10000 مشترك عندي بالقناه، بدي انزل فيديو طبعا اتشكركم فيه، بس مشان اذا حدا شاف هذا الفيديو قبل الفيديو الثاني مشان ما يقول لي وين الفيديو هداك يا نيمو.
هيك تمام لحد الان، تنزيل وما تنزيل وكل شيء تمام. انا هلا رح اورجيك فيديو صغير عن اللوبي شو هي وشلون تفوت على اللوكر وشلون تشوف قائمه البطل باس او بطاقه المعركه وكيف تشوف الاخبار وكل شيء بالنسبه لهي اللعبه، ويمكن احط لك مقطع ورا اخر شيء مشان ما اطول الفيديو. انا ما بدي اطول الفيديو كتير، في مقطع جيم بلاي هيك صغير رح احط لك اياه شيء 5 دقائق تشوف شو هو الجيم بلاي تبع هي اللعبه وشلون بتلعب. 5 دقائق بسيطين مشان ما بطول كتير بالفيديو. هذا هو الفيديو تبعنا، شوف شلون اللوبي بشرح اللوبي، واي شيء عندك يا اكتب لي تحت بالتعليقات. انا اوريدي هيك بكون فاتح، اول ما اشوف اي تعليق محتاج اي مساعده عندي بالنسبه لتنزيل او ايميل او اي شيء على طول برد وبحاول ساعدك قدر المستطاع. حابب تضيفني على انستغرام تحاكيني على الستريم على البث المباشر، رح يكون عندنا هاي اللعبه ان شاء الله اليوم او بكره حسب شو هو، يعني يوم 13/7 رح اعمل عندنا ستريم وورجيك كل شيء عن هاي اللعبه ونلعبها ونورجي الناس هاي اللعبه. فشكرا لك، رح اكمل مقطع بالاخر. كود دعم بالاتم شو بفورتنايت نيمو 9، بتشكرك جدا وشكرا على 10000 مره ثانيه وبرعايه الله. بالنسبه للوبي، هاي هي اللوبي، اول ما تفوت بتروح تمشي بهاللوبي، هاي اللي هي مثل انه البوس مدري شو بتقعد تحكي وبتعلمك، هاي مقفوله لسه يمكن. هاي هون السوق، هون الايتم شوب تبع اللعبة كامل، يعني في عندك سكين ما سكين اشياء سكنات اسلحة مثل فورتنايت بالضبط تقدر تقول وببجي يعني، وبتشتري فيها العملة تبعها اللي هي اجزاء التاج اسمها تقريبا اللي حيكون في بألف نفس فورتنايت يعني بالضبط. ما بنحكي على الايتم شوب مثلا، في عندك هون هي مقفولة شفناها، هون السكين وما سكين هيك اشياء، هون انت بتنقي سكين تبعك وستايل تبعه، في الكبسولة اللي انت بتنزل فيها، التعبيرات الحركة الايموت يعني والشغلات هاي، الشعار في عندك شعار انت وعم تلعب، ما بعرف شلون نختاره. فتحت هاد انا تفحص عودة ما بعرف، المهم مو ضروري. سكن سكنات الاسلحة، كل ما تفتح سكن سلاح مثلا اشتريت انت سكن لاد سلاح بتفوت بتلاقيهم من هون بتختاره. هاي العصي او البيكاكس يعني مثل ما بنقول عليها فورتنايت، العصي او الضربة اليدوية بتستعملها انت فتح الشبابيك وهيك. في عندك هون بقى شاشة التحميل لودينج سكرين، بس هي اللوكر هاي بتقدر تقول عليها اللوكر الخزانة. هاي الفريق رفقاتك، تشوف تعمل له دعوة اللي بدك اياهم بتلاقيه فاتح، انا عندي واحد اوي. هاي هي الفكرة، الاخبار والتحديثات بيقولوا لك كل شيء جديد باللعبة وبس. هاي اللوبي بشكل عام، ايه هون في البطل باس، هون بطاقة المعركة بيقولوا عليها بالبطل باس يعني، في لودينج سكرين، في سكين لعصاية تبعك، هي ما بعرف شو هي الشعار، شغلات منوعة يعني. هي البطل باس كامل مثل مظاهر امامك، الفأس وما فأس وشغلات. البطل باس يمكن تقريبا هدول مجانيات، انا مكتوب عليهم مجاني هيك على جنب، فيمكن يكون هذا كله مجاني، مو معقول هذا كله مجاني. طب البطل باس اللي بفلوس ما بعرف انه الصراحة. في التحديات في الاسبوعيه وفي تحديات يوميه، هاي نظام اللعبه بشكل عام يعني بالمختصر المفيد كله 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 مختصر مفيد. وانت طول ما انت قلبت عربي مثل ما حكينا بتعرف، هون بقى بتدوس اف بتفوت بتلعب، تكبس اف تنقي مع فرقه او فردي، هاي قريبه ما بعرف شو هي، في البس اعداد هاي ما جربتها الصراحه، جربت اللعب مع فريق او فردي يعني سولو، في تعطيل فرقه وهيك بس سهلة يعني، انت مجرد ما تقلبها عربي وهيك بس. نايس 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 نايس، مع التاج مع التاج مع التاج مع التاج مع التاج. لا 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 لا، مع التاج مع التاج مع التاج، رح اجيب الجيم جيب الجيم جيب الجيم اول جيم
اول جيم يا اسطورة. اوف والله كتير. What the hell, cover me boy. الله ناس يا حرام. 20 ثانية 20 ثانية بقى. عشر ثواني صفي الله التاج. يا الله خسرنا. 6 5 4 يا حرام. جي جي اقسم بالله جي جي. اول جيم 5 كيل 7 كيل 4 كيل. جي جي ما فيني اكتب لكم جي جي والله. جي جي